طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معك فارس فارس جيمز، مقطع جديد زي متشافين دوس الدوري السعودي الحلقه الخامسه. طب شكرا لكم على دعمكم على جميع مقاطع دوس الدوري السعودي. حلقه اليوم راح اتكلم عن السبب الرئيسي وراء خساره الاتحاد، ما هي سبب انخفاض مستوى مع رامون دياز. طبعا الاتحاد شاف حتى الان مع رامون دياز في المباراه الرسميه من امام الهلال نهائي كاس السوبر خسر 2-1 اي، ومن امام الوصل التعادل 1-1 في ملعب الجوهر، واليوم من امام الشباب. طبعا المقطع انا اصوره في نفس يوم المباراه او بعدها تقريبا، خسر من امام الشباب 1-0. فخلينا نتكلم ما هو السبب الرئيسي وليه الاتحاد منخفض مستواه. طبعا فرصة المرمى عساف القرني الممتاز جدا، لكن انا افضل فواز عليه الصراحه. فواز افضل من عساف بكثير بكثير، والدليل الموسم الماضي في قلب الدفاع جرمان ممتاز الصراحه، جرمان كويس، لكن مع احمد عسيري قد يكون هو سبب المشكله. احنا شايفين احمد عسيري تسبب في اخطاء كثير مع الاتحاد ومعطينه كابتنيه، فهذا شيء يثقل عليه. فانا اتمنى ازاله الكابتنيه من احمد واعطاها كريم من احمدي، لذلك سبب برضه من اسباب احمد عسيري. فاتمنى ازاله احمد عسيري نرجع للاتحاد، يمكن نضيف عمار الدحام وزياد الصحفي، بدر النخلي مو بذاك اللاعب الممتاز يعني مثل ما كان مع الفتح. فنقول هنا عمار الدحام. الظهير الايمن حسن معاذ ممتاز، حسن معاذ ممتاز، لكن مع الاتحاد بدا ينخفض مستواه عكس لما كان مع الشباب الصراحه، جدا 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 انخفض مستواه. فان شاء الله حسن مستواه الجولات القادمه. اما في اليسار كارليتو شفناه كيف قاعد يجيب العيد ويبدع، ما تدري يعني كارليتو لاعب متوسط المستوى، لكن هو افضل من الاظهره الموجودين هم منصور الحربي ومحمد قاسم. منصور الحربي الصراحه الاهلي استفاد كثير لما تركه بكل صراحه. جوناس ممتاز، ما نقدر نتكلم يعني فيه او نسبه، لكن لاعب ممتاز الصراحه. فلانويفا بدا ينخفض في هذا الموسم عكس الموسم الماضي، كان يعني باخر موسمين وهي اصلا لعبه موسمين كلها بدع، لكن الموسم هذا ما بدع ابدا. واضح ان فلانويفا بدا ينخفض مستواه حاليا، طبعا عمره 33 هنا في اللعبه متاخر سنه لانه. وبعدين عندنا الاحمد اللي مبدع، صح ان عمره ما شاء الله 34، لكن كريم الاحمد مبدع جدا، وانا اشوفه افضل لاعب في الاتحاد حاليا، تسديدات هجوم دفاع كل شيء يسويه كريم الاحمدي، هذا هو الكابتن الاساسي للاتحاد الصراحه. في الجناح الايمن فهد المولد بدا ينخفض مستواه ايضا، فهد المولد صار سيء جدا عكس السنوات الماضيه، حتى مع المنتخب السعودي في كاس العالم جدا صار سيء، ويعني تقريبا السنه اللي ابدع فيها الماضيه ويمكن اللي قبلها شويه الصراحه. الايسر رومارين هو يحتاج وقت بس راح تشوفونه ينفجر. بزيتش المهاجم السيء جدا والله، الاتحاد انا اشوف لازم يضحي يعني ببزيتش فالديفا في الانتقالات الجايه بكل صراحه، ولو يجيب بغداد بو نجاح في الهجوم افضل حل. زي ما قلت افضل حل لو يجيبوا الاتحاد راح يفيدهم جدا ذا المهاجم الجبار الصراحه. فانا قلت لكم تشكيل مناسبه كل شيء، وفالديفا يزيله الصراحه ما يحتاجه. وبس اتمنى يعجبكم المقطع، وكان معك فارس فارس جيمز، ونشوفه في مقطع ثاني. مع السلامه.